حضور سيد عام الإقليم. حضور سيد عام الإقليم. نبيل. نبيل. حضور جثمان الشاب الشهيد. متابعينا متابعات ميديا لايف، نحن مباشرة معكم في ضحية الغرب إقليم مدينة سيدي سليمان. حضور السيد العام الإقليم. متابعينا متابعات ميديا لايف، حضور السيد العام الإقليم سيدي سليمان بيت الشهيد حمزة اللي عنده 23 سنة. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا، عاش الملك، عاش الأسرة العلوية، عاش الملك، اللهم صل عليك يا رسول الله، الله ينصرك سيدنا على العديان، الله أكبر عديان، الله أكبر، على خدام النصارى، على خدام فرنسا، الله ينصرك عليهم. شوية الله يسكن بخير. متابعينا متابعات ميديا لايف، سامح مع موسى دنا شويه تتسع
لا حول ولا قوة. Ya!
سيد العام الإقليم سيد سليمان حضر الجنازة ديال الشهيد بسم الله متابعين ومتابعات ميديا لايف الشهيد كيحضر الجثمان ديالو المنزل ديالو الشهيد ديال مدينة سمارة اللي تعرف خوتي المغاربة كلنا نتعاملوا معاك وخوتكم المسلمين الله يرحمك ويرحم جميع المسلمين يا ميديا لايف نحن مباشرة معكم سير 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 متابعين ومتابعات ميديا لايف حضور الجثمان الشاب حمزة اللي عنده 23 سنة المنزل ديالهم غيتم الدفن ديالو في مدينة سيدي حيا الغرب قال بزاف يا حمد الله Yeah.
ما تفعيش. لا اله الا الله محمد رسول الله. متابعين ومتابعات ميديا لايف في استنفار امني في هذه اللحظات. سجلاب سجلاب الشيلو متابعين ومتابعات ميديا لايف. جنازة مهيبة لضحية القصف اللي تعرضت له مدينة سمارة. الشاي اللي عنده 23 سنة يحضر الجثمان ديالو لمدينة سيدي حيا الغرب. وفي هذه اللحظات غيتوجهوا به المسجد باش يقيموا عليه صلاة الجنازة. متابعين ومتابعات ميديا لايف، نحن مباشرة معكم من سيدي حيا الغرب إقليم مدينة سيدي سليمان. حضور جثمان الشاب الشهيد الوطن في هذه اللحظات غيتوجهوا به إلى المسجد باش يقيموا صلاة الجنازة. كما تشاهدون منطقة سيدي حيا الغرب مدينة كلها غادي متوجهة مع إلى مقبرة في هذه اللحظة. محمد رسول الله.
اخ عجيب. محمد رسول الله. لا اله الا الله. محمد رسول الله. متابعين ومتابعات ميديا لايف على المباشر، حضور جثمان الشاب ولد منطقة سيدي يحيى الغرب في هذه اللحظات، وغيتوجهوا به إلى المسجد باش يقيموا صلاة الجنازة. متابعين ومتابعات ميديا لايف، اللي زلنا معكم في هذا البث المباشر. في هذه اللحظات كيتم نقل الشاب حمزه اللي عنده 23 سنه، اللي تقاص في هذيك القصف اللي تعرضت له مدينه سماره. هو الان كيتوجه به المسجد باش يقيم صلاه الجنازه، وان شاء الله غيتم الدفن ديالو في مدينه سيدي يحيى الغرب. في هذه اللحظات استنفار امني من رجال الامن ورجال القوات المساعده، وتجمهور كبير في هذه اللحظات من الناس ديال سيدي يحيى الغرب تيتوجهوا معاه المقبره. اشرف اشرف. لا لا كون هاني. هذه اللحظات استنفار امني لرجال الامن الوطني ورجال القوات المساعده. لا اله الا الله رسول الله.
هذه اللحظات حضور رجال الأمن ورجال القوات المساعدة استنفار أمني في هذه اللحظات. شنو ناكل؟ رجال الأمن ورجال القوات المساعدة مشكورين على المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها صراحة. لا رجال الأمن لا رجال القوات المساعدة قايمين بالواجب ومطوقين المكان باش ما يوقعش شي اكسيدو الله يستر حيت التجمهر كبير. شكرا للسلطات سيدي حيا الغرب. الله يصبر والديه كما تشاهدون. المدرسة ولا قائد ولا بوليس، الله يرحمكم الوالدين. كنشكركم من هذا المنبر، كنشكر البوليس ولا القائد ولا الباشا ولا سيدي الملك عمرو الوطني. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. سعد وسعد ترجع المرشحين.
امين اجو لهنا اجو لهنا اجو هنا بعدا جيش حيده ولدي كيف اسمه والو واخا تعيط انيني بلا نيبي يزيد يدخل واو فيلا دخلوا صافي بلا ما يجي كلشي بلا ما نقولش ما يجيش كلشي ما يجيش كلشي انا الزوق اجي اجي يا اخوان يا اخوان لا لا غندخل هنا لا نرجع مشاريع الى خويتو هاد البلاصه باش ندخلو الله يجزاه الراس هو الاول خليه دوس خليه محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله هو